اعذروني لا أحب إعادة تدوير الثناء، لكنهم استباحوا الأمكنة ويستحقون منا الاستثناء. القصة بدأت منذ شهرين، قالوا سيستقيل الرئيس، هو مجد يلوكه ماضيا وحاضرهم تعيس. صاح الخلاف بينهم، تحركت سبل الرجاء، العلم جاء، البترجي استقال، وطارق للأخضر شد الرحال. الضد بدأوا في الحديث وتدفق المقال، تلو المقال يعقبه عقال. أما المحبين فقالوا يا أهلي حافظوا على القمة، التزموا الصمت حكمة. أما نحن فاحترنا ما بين الفاصلة والنقطة، إنجاز ما مضى يا أهلي أم كان إعجاز يحكى. اليوم لا جديد يذكر سوى أهلي وكأس، وعادة تكبر وتزهر، وفاصلة خجيج في أوراق إنجازاتك يا راقي. ألف مبروك يا أهلي. العناوين.